الصحيه بان في تقييم الفارماسي. أستاذة فريدة يزقر، هاوية لجمع الطوابع البريدية منذ صغري، منذ أن كنت ندرس في التعليم الابتدائي. في البداية كانت عندنا هواية جمع طوابع بريدية ونتسابقوا حنا والبنات اللي هما أترابي يعني إنتاجاتي. مع الوقت لمينا أكبر عدد ممكن، وكانت تستهوينا الألوان والأشكال، كاين طابع الدائري والمستطيل والمربع إلى آخره. لكن فيما بعد كبرنا عرفنا بلي الطابع البريدي عبارة عن سفير لأي دولة يروح منها يعرف، وأنه سفير غير كذاب، يعرف بالبلاد، بالتاريخ، بالتراث، بالحضارة، بالرياضة، بالحشرات والحيوانات والشهداء والمجاهدين وغيرها. تعرفنا بأن الطابع البريدي عبارة عن فن، لأنه راح يرسمه فنان. إضافة إلى هذا يعتبر الطابع البريدي رمز من رموز السيادة الوطنية، وطابع عبارة عن دراسة، لأن مش غير طابع لصقو خلاص، لا، فيه دراسات، فيه ليستواغ بوستال، فيه بار اكزومبل لا تيماتي، يعني طابع تيماتيك اللي هو طابع خاص بمثلا فراشات ولا رياضة ولا بالمباني القديمة أو الأودية أو أي شيء آخر من هذا القبيل. كنا صغار نديروا مراسلات مع الخارج، دول عربية، دول أوروبية، وكنا نتسابقوا شكون اللي يحصل على أكبر عدد ممكن من الطوابع. مثلا أنا الآن عندي أكثر من 40 ألف طابع عالمي وجزائري، وعندي كذلك لزاف دي سي أو ظرف أول يوم الإصدار اللي هو يعطي الإشارة، يعني يصبح الطابع البريدي عند ساري المفعول. ضيف إلى هذا عندي حوالي قلت لك 2000 اف دي سي، زايد عندي مجموعه بلوكات، مجموعه شيتات، وضيف الى البطاقات البريديه والرسائل المسافره. حتى انا تحصلت على ميداليتين فضيه في معرض اكس بوكس دبي في بين 1 الى 5 مارس 2023، وتحصلت على الميداليه الفضيه البرونزيه في معرض اي بوكس دبي في الشارقه عفوا في نوفمبر هذا، 15 نوفمبر، وكنت أول إمرأة عربية تشارك في معرض دولي. طب بريدي رمز من رموز السيادة الوطنية، ما لازمش نتخلاو عليه، هذه وحدة. اثنين، الطابع البريدي راهو رمز هوية، لازم الشباب الجاي لازم يبرون لا رولاف، لازم يمشي في الهواية، لازم يستمر يجمع. رغم أن البريد الإلكتروني أصبح أسرع، ولكن اللي عنده البنة نتاع الصح كيما نقولوا هو الطابع البريدي، الرسالة المسافرة. الطابع كي تشوفه تفرح، تستهويك الألوان، تستهويك الموجود في الطابع البريدي، يستهويك وتفرح ويعجبك